كل الانديه بتطمن على لاعبتها من خلال طبعا. حتى مباراه الوديه لو كان في اصابه او فيروس كورونا كل الناس يعني بتشتغل على قدم وساق زي ما بيقولوا. كمان عماد النحاس قال ان احنا لازم يكون في مساحات نتاكد منها على صحه اللاعبين ونتاكد ان كل اللاعبين ان شاء الله على المستوى البدني والصحي يكون جاهزين ان شاء الله لانطلاق يوم الثلاثاء ان شاء الله. الثلاثاء ان شاء الله باذن الله. نروح لبيراميدز. بيراميدز طبعا بقياده الكرواتي بيختم استعداده قبل مواجهة طبعا فريق طنطا بكرة إن شاء الله. المباراة هتكون الساعة 6:30 على استاد الدفاع الجوي في افتتاح طبعا الجولة 19 من استئناف الدوري العام. خاض بيراميدز معسكرين استعد بيهم للدوري، واحد كان في القاهرة وواحد كان في برج العرب. لعب بيراميدز أربع وديات، تعادل مع المقصة 2-2 وفاز على الزمالك 1-0، وبنفس النتيجة فاز في الودية الأولى على المصري اللي تعادل معاه في الودية الثانية 1-1. برضو استاد الجيش ببرج العرب ان شاء الله هتقام مباراه بيراميدز بكره مع طنطا الساعه 6:30 في بإذن الله. استاد برج العرب باذن الله.